أحد خبرائنا في كرة القدم وأحد النجوم الكبار في عالم كرة القدم المصرية ومنتخبنا الوطني، النجم الكبير كابتن مختار مختار. يا كابتن مختار، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا أستاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخبار حضرتك يا كابتن؟ كله تمام؟ سلام يا حبيبي. أه الحمد لله. أولا وحشنا جدا، ربنا يخليك يا أستاذ، الله ويعني يسلمك. مفتقدين دايما وجودك معانا، ولكن يعني بنستمتع بوجودك أهو معانا. جزاك الله كل خير، ربنا ربنا يخليك يخليك يا أستاذ. كابتن. يعني كابتن، النهارده تعادل ناس كتيرة جدا زعلانة منه، رأي حضرتك إيه؟ هو طبعا مخيب للأمال أكيد. نعم. لكن إحنا جينا في يعني وإحنا مغلوبين وفي آخر الماتش والماتش بيخلص بنتمنى التعادل. صحيح. بأي شكل وبأي طريقة. والحمد لله دي أنا نفسي، أنا بكلمك على نفسي. أنا ما كنتش متخيل إن أنا يعني الماتش نبقى مغلوبين وأنا هقعد أعمل إيه؟ هفكر إزاي ولا هعمل إيه؟ يعني لدرجة إن أنا بقيت متأثر جدا جدا جدا. بس أكيد أكيد زي ما أنت قلت في كلامك كده، إحنا عندنا مشاكل وعندنا أخطاء. وللاسف للاسف احنا يعني انا بتكلم على يعني معظم الناس اللي ليهم فنيات في الكوره بشكل كويس، حتى العاديين عندهم تحفظات على بعض اللعيبه، حتى بعض اللعيبه اللي بيلعبوا. والكلام ده يعني انا كنت بتكلم فيه مع واحد الصبح، يعني سواتك عارف ده كنت مع الصبح مع السواق احنا بنتكلم في الكلام ده، وقال لي كلام النهارده يعني طبعا انا متحفظ عليه بشكل كبير جدا، قلت له انا كمان متحفظ عليه بشكل كبير واتاثرنا بشكل كبير بسلبيته. يعني هي دي المشكله، احنا زي ما انت بتقول احنا مستنيين لاخر الحدود، لكن مع السلبيات اللي موجوده دي وهي متواجده ومتكرره، واحنا من الاول اتكلمنا في حاجات كتير قوي بالنسبه للفريق، في ناس بتتاخد في ناس ما اتاخدتش وفي ناس ما ينفعش تلعب، يعني كلام في الكوره. بس احنا كمان اهو كلامنا طلع يعني بشكل يعني في ايجابيه واضح، ودي كانت سبب من الاسباب اللي احنا عانينا منها النهارده. اهم هذه السلبيات ايه يا كابتن مختار من وجهه نظرك؟ يعني في لعيبه طبعا يعني انا ليا كان تحفظات عليهم من اول ما اتاخدت. يعني تمام. انا يعني بصراحه معظم خط الظهر انا ليه تحفظات عليه، خصوصا الحته اللي في القلب. صح. ليه تحفظات عليه كبيره جدا. انت هنا بتتكلم عن حجازي تحديدا. وناس ثانيه. اوكي. يعني كان في ناس اولى منهم واحسن منهم، وبعدين كانوا يجب ان هم يلعبوا النهارده. احنا النهارده في مشكله كبيره جدا، طب احنا لو اتدربنا احنا هنعاني المعاناه دي برضه في الماتش الجاي. كل فرق اوروبا افريقيا عندهم قوه وعندهم سرعات. صح. اللي ما عندوش الكلام دوت في الحته اللي من ورا دي امر يبقى صعب قوي، امر انت يعني هتديها ازاي؟ فده امر يعني مستمر معانا، طب احنا هنعمل ايه؟ مأمنين الصلاه على الماتش الجاي. في تحفظات برضه على يعني عندنا لعيبه كويسه قوي، بس النهارده للاسف ما جاتش. صح. ما جاتش. ما كانوش موجودين. هل ينفع الكلام دوت يستمر في الصوره الجديده دي؟ وغير كده بقى اتفضل، احنا يعني شوف الشعب المصري النهارده ملموم ازاي وبيتفرج ازاي ومهتم ازاي. اللعيبه ما هو وصل لها الكلام دوت قبل ما تمشي وقبل ما تسافر وهي عايشه معانا. الله، طب انت مش متفاعلين معانا ليه؟ فده امر برضه بصراحه يعني امر مثير لكلام كتير قوي. فده هو ده يعني احنا متواجدين وهنساند وهندافع وهنعمل كل حاجه، بس اللي احنا شايفينه ده لو استمر احنا مش هنقدر نستمر في البطوله. لان البطوله فيها مشاكل كتير جدا عندنا. للاسف يعني ده انا حقيقي يا كابتن، يعني من راي حضرتك ان مثلا يبدا بياسر ابراهيم في المباراه القادمه مثلا مع حد تاني من اللي موجودين؟ والله انا كنت ليا متحفظ على ياسر كبير قوي في الفترات الاولانيه. صحيح. انا دلوقتي قبل ما نبتدي وقبل ما نلعب وقبل ما بتاع بقول لازم ياسر، لما يكون ياسر في الحاله اللي هو فيها دي. صحيح. ازاي ما يلعبش؟ امال امتى يلعب؟ وامتى انا يعني ايه؟ يعني اتقل دفاعاتي بشكل كويس قوي الا اذا كان ناس واقفه على رجليها بشكل كويس قوي. وبعدين غير كده وكده ياسر لاعب مشات اعلى، يمكن ممكن تكون اقوى من الماتشات بتاعت البطوله لغايه دلوقتي، مش كده؟ صح. طيب ويكون بيأدي بالاداء ده، ازاي انا اسيبه؟ ازاي انا اسيب حسين الشحات؟ ازاي؟ انا مش بتكلم كده والله العظيم عشان الاهلي، لكن انا بتكلم كده
للصالح العام. للصالح العام طبعا. ازاي فده حاجات فيها تحفظ وفي لعيبه استخدمت. احنا من قبل ما يمشوا من هنا احنا بنقول لا فلان ولا فلان ولا فلان، فهم مستمدين. احنا هنتعامل ازاي في الامور ديت؟ دي المشكله. فده امر فيه تحفظ كبير جدا جدا جدا. طيب. اتمنى يعني نكون احنا مخطئين، واتمنى ان شاء الله ان كل المشاهد الجايه ديت الناس تبين لنا ان هم احسن من كده بكتير. كابتن مختار، انت دلوقتي راجل لك وضعك، لك اسمك، لك رؤيتك الفنيه. المباراة يعني خلاص سلبيات وامور كثيرة جدا كانت واضحة في هذه المباراة باستثناء مصطفى محمد، انا شايف ان التسع لعيبة الثانية بعيد تماما عن مستواهم خلاص. نعم. المباراة اللي جاية وبعيدا برضو عن مستوى غانا اللي هنشوفه دلوقتي، من راس خلي بال حضرتك الراس الاخضر متقدم على غانا 1-0 دلوقتي. يا والله أنا والله كنت على الماتش بره ولسه جاي ما اتفرجتش لسه. لسه ما فتحش يعني 1-0 بيقولوا لي دلوقتي اللي راس الاخضر. فبعيدا عن هذه النتيجه وبعيدا عن اي حاجه، المباراه اللي جايه بالنسبه لك هي مباراه مفصليه لهذه البطوله، اذا كنت تريد ان تصل الى نهائي هذه البطوله يجب ان تفوز امام الغانا في المباراه اللي جايه. كيف يمكن ان يحدث ذلك في الاربع ايام اللي جايين دول او الثلاث ايام اللي جايين دول؟ محتاجين غربله كبيره جدا للكاس، ومحتاجين بصراحه يعني في لعيبه لعبت في الماتشات اللي كانت القويه جدا 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 اللي هي بعد بطوله كاس العالم. اللعيبه دي حالتها تسمح لها ان هي تبتدي في الماتشات دي بدون بدون انحياز وبدون اي كلام. نعم. كان لازم الكلام ده. الكلام ده مهم جدا جدا، لازم نتعامل معاه بكل جديه. في لعيبه يعني اساميها كبيره قوي وحاجه هايله جدا، بس في تحفظ عليه لا، وخصوصا في خط الضغط لازم الامور يعني تتعدل. لو ما اتعدلتش هنخش في فتاة يعني صعبه جدا جدا جدا، مش عارفين هنعمل فيها ايه في اللي جاي. زي ما انت بتقول عايزين نكسب، المكسب مش هيجي الا لتغيير الفكر كمان اللعيبه. احنا عندنا يعني معظم لعيبتنا النهارده مش متواجده. طب انتوا ليه؟ احنا مش بنتكلم في الكورن ولا في الكنايه، بنتكلم في القلب وفي الجدعنه وفي الروح. لا النهارده ما كانش فيه الكلام ده يا كابتن، النهارده ما كانش فيه الكلام. وبعدين يا اسلام في حاجه لو جبنا جول في الاول هتسيب. طب ما احنا جبنا جول في الاول صح. طب ما اتعاملناش على يعني ما ركبناش على الكلام دوت ليه؟ وابتدينا نسائل نفسنا الماتش، جبنا جون وعندنا يعني دفاع هايل جدا جدا، فين الاندفاع؟ ما حصلش الكلام ده، مش شكل اللي احنا يعني نتمناه. لا صعب جدا. احنا في فوره في النصاي اتردت علينا، كنا 3-4 في خط الضغط ولسه فرقتنا كلها ما رجعتش. صح. مش ممكن، ايه ده؟ معقوله؟ صح. معقوله دي الروح اللي احنا عايزين ناخد بيها بطوله؟ لا امر غير يعني غير طبيعي. وبعدين هل ينفع ان انا اقعد من التايم تايم بتاع نص ساعه العب بس على الكروسات؟ كل اللعيبه طلع يعمل كروس، ما هو احنا بنعمل كروس عشان مصطفى بيلعب بتاعه كويس، بس هم كمان اطوال كويسه قوي. يعني ازاي نستمر على الكلام ده واحنا اصلا فنياتنا المفروض احسن منهم؟ الكلام ده لما احنا نعمل الكروسات دي خلاص احنا بقينا متساويين، لكن لما نلعب فنياتنا ونلعب طول على الارض ويبقى في اختراقات من اليمين ومن الشمال وفي تنوع، اكيد ان هو دوت اللي يبان، يعني هو ده اللي يبان معانا. انما كده هتبقى الامور صعبه جدا جدا جدا. نصايح حضرتك قبل المباراه اللي جايه. انا اتمنى ان اللعيبه تقعد مع نفسيها وتعرف ان هم يعني ايه السبب الرئيسي في النتيجه دي. النتيجه دي الحمد لله ان احنا طلعنا متعادلين. تخيل احنا لو طلعنا مغلوبين كان الامر هيبقى عامل ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يعني فصلها معانا. عايزين نكمل السادس ده، بس نكمل السادس ده بينا احنا بقى، ان احنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول اسعى ونسعى معاك. لازم نسعى ولازم نبذل ولازم نبقى جدعان قوي في الملعب ولازم نبقى احسن من كده بكتير جدا. لان احنا افضل، احنا احسن في الكوره احسن. صحيح. بس احنا ما بلناش ان احنا احسن، لان احنا ما اديناش اللي علينا، ما بذلناش اللي احنا المفروض نبذله. كابتن مختار،
تشكيل للمباراة اللي جاية من وجهة نظرك؟ لازم يبقى فيه تغيير في نص الملعب، ولازم يبقى فيه تغيير في خط الدفاع. انا هقول الفيرويد يعني لازم يبقى فيه، انا احسن كده، لكن الخطين دول لازم يحصل فيهم تغيير، يعني تغيير بشكل كويس بشكل ايجابي، عشان يعني نحسن في خطوطنا ونحسن في ادائنا، ويبقى فيه تنوع في الشغل بتاعنا. لكن غير كده، ان احنا لو اعتمدنا على الكورسات من اليمين من الشمال، وكل والفرق الافريقيه ما شاء الله عندهم جدعنه وعندهم قلب وعندهم اطوال، احنا دخلنا معاهم في متاهه، احنا استوينا معاهم، فنياتنا مش هتبان الا لما نلعب كوره جماعيه، ويبقى في اختراق من اليمين وفي اختراق من اليمين وفي تنوع في الكلام دوت. اكيد ان الكلام دوت هيبقى مهم جدا، مع ان الهجمه لما تبقى علينا لازم نصاب يا جماعه في منتهى السرعه، لازم. وده قال ازاي دلوقتي في الكوره؟ قال ازاي في الكوره؟ احنا بنشوف احسن فرقه في العالم اللي هي مانشستر سيتي دي، في لحظه ال 11 لاعب يبقوا جوه ال 18 وهي الصرع عليهم، وهم احسن لعيبه في الدنيا. صح. فازاي احنا نبقى متفهمين بالشكل ده؟ والله والله يا اسلام، والله والله وانا بتفرج، طب انا يعني هقعد ازاي ولا اعمل ايه ولا افكر يعني، وانا خواطر. يعني اتمنى ان شاء الله ان يبقى في تغيير في خط الضغط، وتغيير في خط الوسط، وتغيير في عقول بقى لاعبتنا، ويعرفوا ان الدنيا ان الناس مستنياها، احنا شعب كبير جدا. وبعدين غير كده وكده، احنا من المؤهلين، هل ادائنا ده يأهلنا؟ لا. لازم كل اللعيبه تقعد مع نفسها وتشوف الكلام ده. انا بشكرك شكرا جزيلا نجم الكبير كابتن مختار مختار.